بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا اشتريت الخلاط السيلفر كريست، هبدأ أجربه وهنشوف زي ما بيقولوا كده في البتاع بيكسر إزاز ولا لأ، بس أنا مش هكسر إزاز طبعا، أنا هجرب في حاجة تانية خالص. أنا عندي شوية زيتون مخلل، هنفتح كده زيتون اهو، هنحطه زي ما هو كده. حطيت شوية مية في الخلاط اهوت، ونشوف هيعمل فيه ايه، ونغطي. انا موقفتش الفيديو اهو، شغال. مفتاح السرعة الفائقة شغال. مفتاح السرعة شغال. طب تمام. زي ما انتوا عارفين بذر الزيتون بيبقى ناشف، هنشوف عمل فيه ايه دلوقتي. افصل كده الكهرباء، ناخد الشفشق. ونشوف كده في الطبق عمل فيه ايه. البذر؟ لا، ما طحنش البذر، وده بذر زيتون مش ازاز. طحن اللحمة بس والبذر زي ما هو. البذرة كسر فيه شوية لانه ما طحنش، بس طبعا مش هنكمش حنا، مش هنعمله مطحنة، مش هنعمله مطحنة. احنا هيبقى على قد العصاير والبتاع، احنا بس بنجرب كفاءته فعلا. بس هو قوي ولكن مش بيحطم الازاز زي ما بيقولوا يعني كده، محطمش بذر الزيتون ولا حاجة. بس كويس، مش وحش، وبيتحمل، والخامات بتاعته جامدة ومتينة، حصلش حاجة للشفرات. وجيت كانت تجربة الخلاط السيلفر اللي بعلنوا عنه، حبيتوا تشتروه تفضلوا، محبتوش حرين، بس هو الخلاط ككفاءة حلو ومتين وخامته كويسة. عيبه الوحيد القعدة بتاعته، ان ما بيثبتش جامد على القعدة، يبقى الثابت متمكن في القعدة كده، لازم تسنده وانت بتخلط، لان القعدة معمولة كاوتش، القعدة معمولة كاوتش بتركب على القعدة كده من فوق، على الخلاط من فوق، وده يعتبر عيب في التصميم يعني. بس كخلاط شغال كويس جدا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله.